نعم سيد عبد الله، أي رسالة يوجهها الشعب البلوشي اليوم للنظام؟ أنه رغم القتل ورغم الاعتقالات ورغم عشرات أو مئات الجرحى في بلوشستان بالتحديد على مدار الجمعات الماضية، وخاصة الجمعة الأخيرة في سبتمبر التي قتل فيها ما يقرب من 100، أي رسالة يوجهها المحتجون اليوم من خلال الإصرار على النزول بهذه الأحجام الغفيرة، بهذه الأعداد الكبيرة، وأيضا بطرق الاحتجاج المختلفة والتي تعبر عن الغضب الكبير؟ نعم، يعني الآن نستطيع القول أن الشعب البلوشي يقول كلمته، أننا مهما قتلتم منا فلن نخاف، سيصمدون أمام طغيان ووحشية النظام، مهما قتلوا ومهما اعتقلوا ومهما جرحوا من الشعب فهم يصرون على مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات حتى تلبى مطالبهم. طبعا هناك شقين من المطالب، شق فيما يتعلق في بلوشستان، طبعا نحن نرى يعني في مدن إيران الأخرى لعل الأولوية تختلف، الأولوية هناك الحرية للمرأة، لكن في بلوشستان الأولوية تختلف، الأولوية هي الحياة الكريمة، الأولوية هي الوضع المعيشي والفقر والتعليم وما إلى ذلك. فهذه الأمور يطالبون بها، طبعا لا يطالبون بها عبر هذا النظام، فالشعب البلوشي اليوم يعلم أن هذا النظام لن يلبي لهم مطالبهم، رغم أن النظام أطلق وعودا خلال الأيام السابقة في تحسين الوضع الاقتصادي في بلوشستان، في تأسيس بعض أو تدشين بعض المعامل وما إلى ذلك، أو يعني السعي لتحسين الوضع الاقتصادي في بلوشستان، لكن كل هذا الشعب البلوشي يعرف أن النظام فقط يكذب ويكذب ولا يعمل أي شيء. فهم طبعا هدفهم الأساسي هو إسقاط هذا النظام، وهذه المسيرات ستستمر وهذه الاحتجاجات ستستمر حتى يسقط النظام. طبعا الشعب البلوشي أثبت أنهم الأكثر صمودا في الميدان حتى هذه اللحظة، وهم أكثر من يعني الضحايا، أكثر من وقع من الضحايا هم من البلوش أيضا في كل إيران. يعني إذا قارنا بنسبة العدد ونسبة يعني عدد البلوش الذين سقطوا قتلى سواء من الأطفال أو المدنيين ككل، فعدد البلوش أكبر. ومع ذلك أيضا نرى الزعامة الدينية أو ما يعرف كزعيم أهل السنة في بلوشستان، وليس في زاهدان فحسب، إنما نرى في المدن باقي المدن هم متوحدين مع بعض، ولديهم يعني تنسيق مع بعض، وهم مع الشعب ومع مطالب الشعب. نعم سيد عارف.